فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه ينهى عن حلق الشارب بالموس؟ إيه نعم، مكروه. لا ما هو ينهى، مكروه. جزوا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال حلقوها، قال جزوها، جزوا الشوارب. ثم إن جز حلق الشارب فيه تشويه، ليس فيه جمال، بل إن الإمام مالك يقول يعزر من يحلق شاربه، يعزر، يعني فيه تشويه. نعم، لكن جزه قصه هذا هو الوارد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.